العجز المعلن عنه اليوم للعام 2015 لابد وأن يمول إما عبر السحب من الاحتياطي وإما بإصدارات الدين العام، وبالتالي قد تتجه السعودية إلى الاقتراض إما من السوق المحلي أو الخارجي، وهذا يترتب عليه زيادة في نسبة الدين. لكن في ضوء قيام السعودية بخفض مستويات دينها في السنوات الماضية، فقد أصبحت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جدا مقارنة بمثيلاتها عالميا. بنهاية العام الماضي كانت نسبة الدات تو جي دي بي 1.6%، اليوم ارتفعت إلى 5.8% كما نرى على هذه الخريطة. كيف يقارن هذا مع دول أخرى؟ لا يزال متدني جدا الدات تو جي دي بي بالسعودية مقارنة مع الدول الأخرى. مثلا لاحظوا المملكة المتحدة 89% الدات تو جي دي بي، الولايات المتحدة 105%، البرازيل 70%. فإذا لا نزال نتحدث عن مستويات دين منخفضة جدا. الآن بالميزانية تم الإعلان أنه تم إصدار سندات هذا العام ب 98 مليار ريال، فإذا هذا يمثل أصبح الدات تو جي دي بي معه 5.8%. الهند مثلا 65%، هذه اليابان 246% الدات تو جي دي بي. فإذا السعودية لديها احتياطيات عالية وأيضا لديها إمكانيات لرفع الدين العام لأنها تبدأ من مستويات متدنية جدا للدين مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.